السيناريو كان كنا نعرفوا ترجي اللي يلعب برشا بالكلام بالبروفوكاسيون معناها راهو الذراري ما قصروش يعني شوف تحالك البونت الاول وتجيك الفار وتجيك البينالتي وفي اسوء وقت تاخذ خاطر كي تسمع انت من الكونفرنس دو بريس لاسيستون يقول لك رانا باش نلعبوا برشا خبث هذيك الخبث نتاعها ترجي ما تلعبش كوره ترجي تعمل بروفوكاسيون على الاكستيريور وعمرها ما تخلق فرص ترجي الجير لو جو وتلعب لك بخباثه هذاك اللعب نتاعهم هذاك علاش قاعدين هما دو تون زون تون كي نشوفوا هما كيش تعداوا للفينال عمرها ما ربحت ترجي جوج ولا ثلاثه هذاك هو ترجي ولكن نلعبوا بعشره ونضيعوا الفرص هذوك ونخلقوا المنافس بالطريقه هذيك ان كرون برافو للجوارات فوز البنزرتي اليوم بين للناس كل اللي هو شيخ المدربين كي تصرف بالمتريز هذاك وبالاعصاب هذاك وتحكمنا في اعصابنا لكن عاود نقول المباراه باش تكون اسهل في العوده باش تكون صعيبه على الترجي وانا نقول لك كيف افوار الوداد باش تشرف رايه المغرب في الرتور وان شاء الله نكونوا احنا قد وقدود خاطر عارفين احنا ليش باش نعملوا غادي وعارفين كل شيء ان شاء الله يا ربي ينور الحق خاطر بالحق تظلمنا برشا وتعذبنا برشا العام هذا ومش بالسهل رانا ماناش نسلموا فيها الشامبيونز ليغ ان شاء الله بقدره ربي نجيبوها من غادي ونفرحوا المغاربه ان شاء الله ان شاء الله فماش حظوظ 50 50 علاش هو ماركيو احنا ما نجمش ماركيو واحد واحد راه كتابل راه بالعكس الضغط يكون على الترجي احنا نفاجو اليز نفاجو نطرو فوتبول وبقدره ربي خاطر احنا اوني ايكيب كي كري لي زوكازيون الترجي ما تخلقش فرص احنا نخلقوا الفرص شكرا